كلمينا بقى عن الفكرة بتاعت الكليب نفسها، ازاي جات لكم ونفذتوها فيه؟ يعني حاجة مختلفة كده شفناها. بصي انا كنت بعمل كليبايه اغنيه تانية، كنت المفروض ان احنا بنحضر لاغنيه حوش الدلع اللي انا نزلتها بعد كده فيديو ليريك، ما نزلتهاش كليبايه يعني. فقبل التصوير بثلاث اربع ايام صحيت من النوم، جات لي فكره وانا نايمه، الهامي جالي وانا نايمه فقال لي احنا هنغير الاغنيه. الدلي ما كانتش جاهزه، كانت لسه بس كلام ولحن، ما كانتش متوزعه. فاحنا كنا مستنيين نخلص حوش الدلع وننزلها وبعد كده نبقى نشتغل على دلي. فالهامي جه قال لي هتنزلي حوش الدلع دلوقتي حالا، نعملها فيديو ليريك. خدت تقريبا 6 ايام شغل ونزلناها على طول، وهتصوري دلي. فانا قمت من النوم صحيت من النوم خلاص ضن جدا، انا خدت القرار وبقول لمؤمن مخرج الكليب بقول له هنغير الاغنيه. قال لي بجد؟ ازاي يعني؟ قلت له هنغير لك الاغنيه، بدل ما هتبقى حوش الدلع هتبقى دولي. قال لي بجد والله؟ انت مجنونه بقى. قلت له لا ولا مجنونه ولا حاجه، هو بجد هو ده اللي حصل، احنا هنغير الاغنيه. انا وانا نايمه جات لي الفكره دي وانا مقتنعه الهامي ان ده الصح. فانا بكلمه في التليفون فبيقول لي طيب يلا باي. فانا خلاص المفروض هو قفل وانا قفلت. ايه الست المجنونه دي؟ عايز ست مش عارف. قلت له على فكره انا لسه على التليفون، ما رحتش في حته سامعاك. قال لي ما انت مجنونه بجد، مفيش حد يعمل كده. فاحنا عاملين كل السيت ابس وكل التحضير ومخلصين عشان نعمل حوش الدلع اللي هو نفس اللي انت شفتيه في دولي. يعني الفكره دي بتاعت التصوير ما كانتش الدولي، كانت حوش الدلع. فانا كلمت الموزع احمد عبد العزيز صديقي وقلت له هنغير الاغنيه والتصوير كمان 4 ايام، هتلحق تديني على الاقل يعني ولو حتى ديمو يبقى للتيمبو والريزم، مش شرط تبقى المزيكا كامله، بس على الاقل يبقى تقطيع المزيكا بالتيمبو والريزم يبقى مظبوط ان انا اغني عليه فنصور عليه وبعد كده يبقى نشتغل براحتنا.